الدراما المغربية حصريا على الإذاعة الوطنية. مسرح الإذاعة المغربية يقدم رياض الوردة. ذاك الرياض وشجار وفيه العين تتأمل ذكريات جميلة، بقي الخوت عليها تسول، لحنا نسينا ولا ظنينا العشق يتحول. جمرة قادية الصغير والكبير والول، ارفعنا يدينا ودعينا للخالق هو يتكفل، ينصفنا ويصغر من كان علينا يتطور. رياض الورثة مسلسل اجتماعي في حلقات كتبه للإذاعة الوطنية بن عبد الله الجندي. مرحبا بكم في قناة محيط المسلسلات. إخراج أنور الجندي. الحلقة 21. موسى علاش سلاتك؟ الله يسلمك الحاجة. زيد دخل. فين غبرتي عليه؟ حاجة ما غبرت فين، انا خدام غير معاك. ثانيا العجلة من الشيطان، انا عدويا وعدو الزربة، واش انا عندي خاتم الحكمة؟ راني كنجري هنا ولهيه. قولي الله يكون في العون. حقيقة الله يكون في عوانك. الخدمة ديالكم كتبغي الجري من الصباح حتى العشية. على غير الجري كاع ما نحسبوها الحاجة، الفياقة والتوقيضة والقفوزية والذكاء والخبرة والعلم والثقافة. إلا ما عندك هادو سير تنعس، باش عولتي تواجه هاد النماذج البشرية المختلفة الأنماط، كلها وعقلو كلها وفهمتو وكلها واتجاهو. متفق معك موسى، خدمتكم فيها العذاب. على غير العذاب كاع ما نحسبوه. قولي نسعو الله السلامة، خدمة ديال الجنون والعفاريت إلا ما كانوا حتى الأباليسة. لطيفة ياك لاباس الصباط صباط. الله الله الله، هذه يلا عشر ايام هذه باش شريتو طار ليه القاع. تقولي واش كان مشيو فوق الجبال والهضاب؟ خزيت على طرقات، فين ما مشيتي كتلقاهم كيحفروا. تقولي تقلبوا على كنز سيدنا سليمان. ايوا راه حتى هذيك موسى خدمه. اش من خدمه معاوده، كيحفروا باش يديروا قادوس. ملي كيكملوا القادوس كينساو الجعب ديال الضو، كيعاودوا يحفروا داك المحل النيت باش يعاودوا يركبوا الضو. ملي كيكملوا تاني بواحد الشهر كيحفروا من جديد باش يعاودوا يوسعوا الطريق. ملي كيوسعوا الطريق كيعاودوا تاني يحفروا باش يبدلوا الزليج. ما خرج على العقل هذا. ما عرفتش الحاجة فين قراوا هاد الهندسه الطرقيه. ايوا واش غادي دير؟ الله يصاوب. بزاف الحاجة بزاف. صبرتنا تفرقعوا، سياراتنا تخرجوا، حوايجنا كشفوا وتمسخوا بكثره الصابون، عوقريتنا تخنقوا بالغبرات. خاصنا تحنا شي معمل اللي بدا يصنع لنا الجناحين باش نبداو نطيروا في السماء. ايوا دابا هدن راسك وانت جيتي شاعل. قول لي اش باقي درتي ليا في اللي كيهمني هو المهم عندي. موضوعك الحاجة هنا خاص غير شويه ديال التراضي والمفاهمه والتنازل. ايوا هضر معايا عفاك موسى بالبياني، شرح ملح هذاك السكوبي راه ما كنعرف ليه. 900 مليون خدمت انا جميع وسائل الاقناع ديالي وقنعتوه بالطالي 850 مليون. 50 مليون اللي نزلت ليه، اش كتقول يا الحاجه؟ اش بغيت نقول؟ ايوا هادشي بزاف. حيت الحاجه راجلك المختار اللي كياكل لسانه، هو اللي قال لي احنا مستعدين ندفعوا ليه 800 مليون. منين جا البابا هو حتى 10 دريال ياك حتى من فلوس التنفيحانه اللي كنعطيهم ليه. فكرتيني يا اختي الحاجه، الا عندك شي شويه عطيه لي نطير شي صداع ديال الراس اللي في الله يرحم الوالدين. انا مسامح لراجلك المختار الدنيا واخره، حيت هو اللي بلاني بها. ايوا راه هو اللي مبلي ماشي انا. نكملوا بعدا موضوعنا موسى. موضوعنا كمال الحاجه، تشاوري مع نسيبك وردي عليها الخبر. سي قاسم عاد باغي يقنع الوراثه باش يبيعوا، اما هما اتفقوا قالوا ليه نون واش الرياض يتباع. الله على هاد الهوا شحال نقي في الفيرما. شحال هادي ما جيتي ليها انا لغيتها؟ باقي كنعقل قبل ما يموت الحاج بشي 4 شهور، زيد عليها 10 شهور هادي باش مات، اللي عام وزيادة. وآخر مرة كنا قاعدين حدا ديك الشجرة التوت. ايه هي الأيام كدوز طايرة.
لو كان ما بززت عليك اليوم تخرجي تبدلي شوية ديال الهواء عمرك ما تخرجي من الرياض. شوفي تبارك الله على طبيعة كتنسي بنادم في جو المدينة وضجيجة. كون غير جبنا أمي معانا كتبقى فيا. شحال هذا ما خرجت من الرياض، تقريبا بحالي بحالها. وما كنا غنخسروا والو على اللغيتة، كون قلتيها لي بالفرحات عليا. إلا بغيتي الأسبوع الجاي نجيو جميع نتغداو هنا ونضلوا حتى العشية ونروحوا فحالنا. إن شاء الله، هذه فكرة مزيانة. خاصك على اللغيتة تتحركي شوية وتخرجي وتسافري وتنسي هم الولاد والمشاكل. دابا الدراري تبارك الله كبروا بسلامة وتزوجوا، ما تبقى شي مشطونة بهم. فكري شوية فراسك وفوجي على نفسك، كيبقى الإنسان مقابل غير التخربيق وكينسى راسو وصحته وأيامو اللي كدوز بحال البرق. بعد المرات السي قاسم كنحس بشي غمة كتنزل لي على قلبي وكتضيق بيا الدنيا وكيتخايل لي بقيت فيها وحدي منسية. لأنه ما كتشوفي حد، ما كتناقشي مع حد، ما كيجي عندك حد، حبسة نفسك في قاع الرياض كيف اليوم كيف غدا. وكيف بغيتي حالة الإنسان تكون؟ باز والله إلا باز لك، الله يكون في عوانك على هذا الصبر ديالك. هذاك هشام هو اللي مدوخ ليا راسي مزيان. هشام لالا قلت لك نسي، أنا مكلف به يتبع الدواء ويولي لاباس في صحته. وإلا ما كانش هاديك الخدمة اللي شفت ليه نشوفوا له ألالا خدمة أخرى. هشام خرجي السوق. شحال هادي كنت كنخرج السوق مصدعة معاه راسي سنين هادي بلا حتى فايدة، الفشوش والخطر واللي بغاها كنحضرها ليه حتى خرج عايب، وفي الأخير حصل فيها أنا. وداك الشيء لالا علاش قلت لك ارمي عليك داك الهم وتفكري في راسك شوية. تبارك الله عليك مازال صغيرة، فيقي بركة من الغفلة. راني موجد لك واحد العدد ديال المفاجآت غادي تفرحي بهم، ولكن بشرط. كتعرف السي قاسم شروطك كلها مقبولة. ولكن على اللغيتة مازال ما سمعت جوابك على الكلام اللي دار بيناتنا البارح. ايوا الا كنتي كتقصد موضوع الزواج السي قاسم. هي انا موافقه. موافقه؟ كنشكرك على اللغيتة، ما خيبتي شي ظني فيك. اعطيني دوك اليدين بوسهم. حاشك السي قاسم. ويلا قلت لك الموضوع ديال البيع ديال الرياض حتى هو باش غادي يكون جوابك؟ حتى هو بالموافقة، الله يوفقنا جميع. آمين يا رب العالمين. ما تصوريش يا لالا غيتا، ما تصوريش قداش كبرتي في عيني. الله شوفي غروب الشمس قرب، اش دهلك نرجع في حالنا. هذا الجد هو الأول موافقة. مركز الحنان عقلك ما هو شنا نقول لك. انا مازال كنفكر في الكلام اللي قلتي لي على البيع ديال الرياض، حتى زاد كلام اخر كبر منه. عندك الحق فريد، هذا عمي بدا كيطيح لي فيه العجب. حتى انا خليتك على خاطرك، الا ما بان لك البرهان اليوم يبان غدا. هذا الشيء استغفر الله العظيم ما كيبشرش بالخير. عييت ما نخدم عقلي ونفكر بعمق، ما كيبان لي غير الضباب والظلام قدامي. اشنو كان من جديد؟ فسر لي يا ليلى. يا ما شت ما نفسر لك. هادشي راه كيضحك وفي نفس الوقت سبياني، ما عنده حتى معنى، ما بغاش عقلي يصدقو. اش من شي هذا اللي ما عنده حتى معنى؟ هاد الخطوه اللي ناوي عمي يدير مع امي. تلقيني خلاص ليلى، تلقيني ودخلي للموضوع. ديال اش الخطوه؟ اتفقوا على الزواج. كيف جاتك هادي عاوتاني؟ شنو الزواج؟ امك قبلت تزوج بعمك؟ شكون خبرت بهادشي؟ هي بفمها قالتها. قالتها؟ لمن قالتها؟ لي أنا واختي سميرة. المهم كل شي راه في راسو الخبر. أنا اللي بقى في قلبي هو أن بابا باقي ما كملش العام وهي بدت كتفكر في الزواج. وباش رديتوا عليها نتوما؟ وباش بغيتينا نردوا عليها في نظرك؟ لا بد غادي تكون طلبات رأيكم في هذا الموضوع لا؟ وهي كيهمها رأينا بعدا؟ رأيها دارته وجمعة وتطوات. صافي صافي. وصافي. يبغي اللي يبغي ويكره اللي يكره. لا حول ولا قوة إلا بالله. والتحدي هذا. الحصول هانتوما وصلتوا لكلامي، ومازال لي متولد لكم العجب. من نهار طلبت امك تعطيني الوكاله على الفيرما ورفضات، ومن نهار خيرات الفيرما من زيتون خوخ شاديه وزيد وزيد،
بدا كيشريهم عمك الراسو ويعطي الثمن اللي بغى، ومنهار ترمي المجي ديالو للرياض ونصف ليا المشروع ديالي. من ديك الساعه ليلى كنت نقول كاين شي مخطط كيتهيأ في الخفاء، وانت ما بغيتيش تصدقيني بتاتا. صافي يا فريد الله يخليك، ما تزيدش على ما بيا. لا عطى الله عطاه معلوم وبصح، واكيد اللي عطى الله عطاه وفات الفوت. كان باقي كل امال نواجهه كلنا ونقفوا ضده كلنا لو كان الوالده رفضت زواجها به. اما دابا ما عليكم غير تعطيو الطوع، شوفوا تسمعوا وتسكتوا. خويا هشام كيف وليتي شويه؟ من اي ناحيه؟ ويلي على من اي ناحيه، ناحيه مرضك. باش مريض؟ المرض ديالي عنده الدواء وراني نتبعو. كنفكر في المرض اللي محال عنده شي دواء. بحالاش؟ ما فهمتش. انتوما فاهمين كلشي وعارفين اش كيدوا في هاد الرياض. انا اللي مقلوب عليا الكفه من زمان وانا سكت. بالحق جا الوقت فين نفرقع هاد الدلاحه. هشام اش هاد الكلام؟ على من كتكلم؟ واش هذا ماشي خوكم؟ ماشي راجل؟ علاش حاسبيني ديما برهوش وكلامي عندكم غير زايد؟ يا الله انتوما اللي سياد الفهامه والقفازه والعياقه، يسحبكم انا مو كرد اصبعي. دابا مالك؟ اشنو بك؟ خلينا من هاد الكلام ديال الزنقه. عندك الحق، انا غير ولد الزنقه حيت عاطل ما خدامش. انتوما اللي ولاد العائله والاصل، انا ما كنسوى عندكم حتى بصله. فسر كلامك، نعرفك بعدا على من كتكلم. كنتكلم عليكم كلكم. مالنا؟ اشنو درنا لك؟ اش هاد خلطه وشلطه اللي واقع عندكم في هاد الرياض؟ وهاد عمي قاسم اللي بغى يتزوج بالوالده وكيتصرف في خيرات الفيرمه نتاع الوالد ومزيد للرياض للبيع، شكون اللي عطاه حق التصرف؟ ها؟ يمكن تفسر لي هادشي؟ ما عندي ما نفسر لك، حتى انا بحالي بحالك، انا خاص اللي يفسر لي. بركه بركه الاخت سميره بنت تلاوي، علاه انت زعما كاع ما فراسك ما يتعاود؟ وهاني كاع فراسي، اش بغيتيني ندير؟ زواج امنا بعمنا حلو الله، وهذه مسائل شخصيه ما عندنا فين ندخلوا فيها. خيرات الفيرمه سمعت باللي بانا الله يرحمه موكل عليها عمنا، حنا شغل الفلاحه ما كنفهموا فيه والو. اما البيع ديال الرياض كل شيء راه باين، شكون هذا اللي غادي يسلم في حقه؟ ايوا ولكن اشنو السبب؟ اشنو السبب عباد الله؟ علاش هذا الرياض غادي يتباع وحنا ساكنين فيه؟ علاش غادي نقبطوا حقنا وحنا حقنا عندنا؟ فين غادي نمشيو؟ ها؟ فين غادي نمشيو الا خرجنا من هنا؟ وشكون بعدا صاحب هذه الفكره؟ اسمع هشام، اللي في استطاعتي نجاوبك عليه راني قلت لك، اما السبب والاسباب والمسببات سول عليهم الوالده تقدر تلقى عندها الجواب. قميجه حمراء، الفيسته بيضاء، السروال خضر، وزيدها بالنظاظر ديال الشبان ديال 16 عام. مالك اخويا غادي تغني؟ ايوا شو ما انت اللي جبتي لي هذا اللباس، كنت تخليني لابس غير جلابيتي. انا ما جبت لك والو، خطيب بنتك اللي قال لي اعطيهم لباك. هاكاك قول لي هذاك فريدريك هو اللي شراهم، الله يجازيه بخير. ما عرفت لا شراهم ولا كانوا عنده. هو باينين ديال الخارج وظهر عليهم البوتين، بالحق واخا هكاك باقيين جداد. ايوا سلتهم ما جاوا معاك حتى نعطيهم لشي حد. هاك قيس هاد السروال وهاد القميجه الاخرى. انت شوف ها هاد الفيسته غادي تجي معاهم زوينه. هادو معتبرين. ايوا حيد عليا دوك النظاظر، فين عمرك انت لبستيهم؟ بغيتي تحشم بينا في الزنقه؟ لا 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 على مالهم، وقت تبدلات هالشومه بنتك غادي تشري الرياض، وحتى حنا خصنا نتبدلو عليها. مشيتي غرقتينا كاع، كتقول للراجل 800 مليون، مالك اخويا خرج لك العقل؟ خلاص هالشومه الماضي لا يعاد، حنا خير بغينا نشجعو على البيع. ويلا يلا طلق راسك بالخف، دابا يوقفوا علينا. هاك قيس هاد الصباط. هذا اللي لابس باقي مزيان. ايوا عطيه لموسى السمسار، قال لك صباطو تفر عليه بالحفاري ديال الطرقان. وفين دابا بعدا غاديين؟ ما كملتيليش كاع الموضوع. ايوا خطيب بنتك سيدي عارض علينا الغدا في شي اوتيل، هادشي اللي كاين. مزيان الله يرضي عليه. ايوا شوفي نبدلو نيت الجو شويه. ايوا فكرتيني، الا شفتي السي قاسم قول ليه فريدريك بغى يشوف الرياض قبل ما يتفقوا على البيع. ايوا عاود نسى، اش داكشي اللي هاز في يديك؟ لا 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 والو، غير شويه ديال التنفيحه باغي نقد بيه المشات وخلاص. اسمع المختار، عليا باليمين ويماني حرام عليا، وحتى تنفح في لوطيل، حتى نفرشخ لي كاسك بشي طبصيل، ونضربها لك بقجيه لوين وبشي جوج بونيات حنك كيمين، ونضربها لك بشي نتفا حتى نخلي دمك كيسيل. ايوا نفح بالليل. ما نقولش اللح مامي. اسمعوا اولادي، انا جمعتكم اليوم بغيت نتخلص من واحد المسؤوليه ثقيله كنت حاملها، وفي نفس الوقت نصفيو شي امور من حقكم تعرفوها.
باش شي نهار حتى حد فيكم ما يلوم عليا ويقول ضيعتو في شي حاجه. كتعرفوا الرياض هذا فاش ساكنين غادي يتباع، وكل واحد منكم غادي ياخذ اللي غادي يجيه في حقه، وانا كنشوف تستقلوا بروسكم وكل واحد فيكم يكون عنده ملكو فين يستقر وتحملوا مسؤوليتكم مع رجالكم، وانا غادي نسكن مع عمكم في الفيلا ديالو مادام طلبني الزواج ووافقت. راه بحال البارح بحال اليوم، حنا عائله وحده، نتبادلوا الزياره بعضياتنا، وإلا عندكم شي ملاحظه على هذا الكلام هاني كنسمع، واللي عنده شي ما يقولو يتكلم دابا، هذه هي المناسبه. حقيقه امي هذا الكلام اللي قلتي كله معقول، وخمس خينا بالسكنه في الرياض، فيه تولدنا وفيه تربينا وكبرنا وفيه تزوجنا وعندنا فيه ذكريات جميله. سمعي يا سميره، انا براسي ما سخيتش بالرياض، ولكن الموت والحياه بيد الله، شي نهار ما نبقاش خصني نطمئن عليكم ونرتاح، ما بغيت مشاكل بيناتكم. اش كتقولي يا ليلى؟ اش عندي ما نقول امي، كلامك معقول، غير انما راك عارفه ما سخيناش بالفراق بك. ليلى فكري معايا شويه، واش كاينه في الدنيا شي ام كتسخب فراق ولادها؟ راه نفس الشيء باش كتحسوا كنحس به حتى انا، ولكن هادشي كله لاجل مصلحتكم وراحتكم ومستقبلكم انتم ووليداتكم. انا يمكن لي نضحي ونصبر ونتحمل على هاد الاساس امي اللي درتي حنا قبلينه. حتى انا متفقه مع اختي ليلى، الله يكمل بخير ويوفقنا جميع. اذا غادي نتفقوا كلنا باش نكتبوا كلال عمكم قاسم، حيت هو اللي غادي يتكلف بالبيع ديال الرياض. هشام انت ولدي عرفتي راسك باقي مريض، خصك تتبع الدواء بنظام، وغادي تبقى تحت المسؤوليه ديالي وتسكن معايا عند عمك. الخدمه اللي كان موعدك بها راه غادي تخدمها، راه مازال في كلمته، خص غير صحتك تولي لاباس باش تبدا، وملي تبدا ان شاء الله وليدي غادي نزوجك وغادي نشري لك فين تسكن. انا الوالده الا جا على خاطرك سمحي لي اعطيني اللي جاني في حقي والله يعاوننا ويعاونكم. واش ناوي دير بهذا حقك الا قبضتيه؟ ايوا عطى الله ما يدير. مثلا شي مشروع ديالاش؟ ديال شي حاجه. اشنو هي؟ وانا عرفت خصني نقعد نفكر عاد يبان. ها انت فكر مليح، وملي يبان لك فلوسك راه مخبين عندي. ومال هما يكونوا عندي انا؟ ياك ما يسحبك هادي 2000 ريال ولا 4 ولا حتى 10 باش يكونوا عندك. راه الملايين هادو هشام ماشي اللعب، تمشي تخسرهم وانت مريض وتفلت خدمتك، وديك الساعه سير تسعه ودور في زناقي وشوف واش تلقى باقي شي حد يدخلك عنده. اللي شافك يبدا يتهرب منك وتندم على كلامي وما ينفعك نادم. ايوا ولكن الوالده واش انا باقي صغير نسكن عند عمي؟ علاه انت غادي تخلد عنده؟ راه فسرت لك تبرى بعدا وتبدا تخدم وجمع راسك للزواج، نشري لك دار فين تسكن، وديك الساعه يحن مولاي الكريم. وكملتوا لنا مازال؟ كنظن كملنا امي. وانا فين غادي ترميوني؟ انت يا امي غادي تبقاي معايا حتى تفرقنا الموت، على انا غدا نفرط فيك. ماشي على تفرطي فيا كنهضر، بغيت نعرف حتى انا شحال جاني في حقي الى بعتو الرياض. ايوا مالكو علاش كضحكو؟ الضحك راه كيفسخ البيع. كلشي ديالك امي غير تهناي، حتى حاجه ما تخصك، والعام الجاي ان شاء الله غادي نمشي انا وياك للحج. ويوا والفيرما اش غادي ديروا فيها؟ ياك ما حتى هي بغا يشريها قاسم. السي قاسم ما بايع ما شاري، مالك يا امي كتخلطي في الهضره؟ على ماشي هو اللي شرى الرياض؟ ما شرى لا رياض ولا فيرما، الفيرما غادي تبقى هي نتنفعوا منها، والرياض نسيب الشومة جارتنا هو اللي غادي يشريه. هي هادوك ربعت المزاليط حن عليهم الله. ايوا قالوا اناس زمان خدم يا التاعس للناعس. الاستاذ قاسم تعطل علينا وانا عندي شغلي ما نقضي، اش نديرو؟ على هذا ماشي شغل لا شجينا، مالك زربه راه اللي زربوا ماتوا اودي كنا ليها، لا اللي زربوا ولا اللي معطلين. جدي الله يرحمه في هذه الساعه المباركه النهار وصل في العمر 50 عام ما بقى حمل يعيش في الدنيا، وطول لي الله العمر حتى وصل 100 ولا نقول لك كاع 160 عام. 160 عام؟ فين عمرك شفتي او سمعتي شي حد
عشان السنين بعد مرات موسى راه غير كترقع. وهادشي اللي حكات لي جدة. على جدة مرة كبيرة وبغات تكذب عليا؟ موسى قول عاود بالله واش طراجي واش عرفتي شناهي 160 عام؟ علاش جدك كان ديناصور؟ مال كتبرز عندك تقول هاد الكلام لشي حد؟ بارك المختار حنا غير هضرنا معاك كتلفوا الوقت انت بغيتي تلصقني شتي الله يرحمو مات وانا مالي؟ انا غير فسرت لك اسيدي بناقص من هاد التفسير ديالك تكون عندهم 100 ولا غير 60 المهم راه مات وسمح لي يا موسى ورسالة الموضوع طفق ستيني وفكرتني في جدي الله يرحمه هو اللي علمني هاد المبادئ علاش نمشي في الحياة تحقرتيه حيت قلت لك عاش 160 عام اسيدي اش بيني وبين الموتى نحقرهم كما حقرت على الحين نحقر على جدك وقول بعد اخر الله يرحمه الله يرحمه ويرحم جميع امة سيدنا محمد يا رسالة الهضرة وهاسي قصمها وصل السلام عليكم اسمحوا لي بزاف على هاد التعطيلة جاتني شي خدمة مفاجئة اشي بس ما كان الأستاذ حسي قاسم حتى احنا كنا غير مونسين بعضياتنا ما كان ما يدار ايوا خدوا شي حاجة شربوها بعدا يلا واخا نتكلموا بعدا في المفيدة سي قاسم يا سيدي بسم الله من عندكم الأمر واضح فيها سي بلاتي يا موسى بلاتي خليني نهضر اللي بغيت نقول لك سي قاسم هو نسيبي بغى يشوف الرياض هو الأول عادي تكلم معك في التمام ايوا ما قال عيب هو الأول يا سيدي حددوا الوقت واتصل بيا في تليفون انا عند موسى وقضية اخرى السلمة بلاتي يا موسى بلاتي خليني نكمل هضرتي وحاجة اخرى اذا عجبوا الرياض هذاك التمن اللي طلبتي له سي قاسم بزاف عليه ايوا راك عرفتي يا سي المختار الوراثة شحال هما وتما هذا امر بسيط الله يجيبنا في الصواب ما يكون غير الخير ان شاء الله ايوا هادشي اللي كاين هاد الساعة انا بلغتو لك نتمنوا على الله ما يخيبنا شيء ايوا ان شاء الله ان شاء الله يلا يلا السيدي طلبوا شي حاجه شربوها شفتكم ما خديتوا والو انا سي قاسم غير شي عصير وانا الاستاذ شي زلافه ديال الحريره مع شي ربعه ديال الخبز الا سمحتي لي مازال باقي ما فطرت الله يهديك يا موسى وشوف لينا فريد غير شي دويره فيها ثلاثه ديال البيوت بركه علينا الليلة ماشي مشكل نشريو فيلا كاع حسن ولا ما قدوناش الفلوس اللي غادي تقبطي ندير كريدي ونتسلك من البنك وما الناس اللي على هاد سوء التدبير راك عارفني قاعدة ما عندي هو السلف نكونوا هانيين حتى نزيروها على راسنا ايوا انا بصراحه غير عليك انت اللي مولفه اتساع والربيع والشجر والطيور اللي كتصبح تغني في الرياض ايه بيني وبينك فريد ما سخيتش نخرج منه ولكن معينا معاها وحاولت انا وسميره نقنعوها بلا فايده خصوصا وعمي ما عرفتش منين نزلت عليه هاد الفكره ديال الزواج بها هذيك هي فاش انا باقي كنخمم وحير ما فهمتش بالمره واش عنده نيه الغرض بالزواج ولا داروا سبه باش يكمل تنفيذ الخطه ديالو اش من خطه كلشي واضح ما عنده ما يدير كلشي واضح عندك انت وشنو عنده باقي ما يدير باقي الفيرما وهذيك هي اهم ورقه غادي يلعب بها الفيرما ماشي ديالو هاد الوالد الله يرحمه ولكن داير فيها رجليه كثير شي دابا ملي تزوج بالوالده انا فريد ما فهماش هاد الابعاد ديالك اش كتبغي تقصد ثقي بيا ليلى مازال حاس بالجو ماشي طبيعي ماشي صافي سخيتو بينا وسخيتو بالحومه عاودتي الله يهديك طلعت لي هاد الحومه في راسي غير التبرقيق والتخنزير اخوي بنادم تبدل المنازل الراحه حتى راني تعيت استقل براسي مادام جات هاد الوجيبه استقل براسك هي ناوي تكري بوحدو كله اش من كره الله يهديك غادي نشري فين نسكن وشي حديده ما دايراش مع شي رفيقه العمر وراك تفاضح سعداتك اخويا وتولي تدوز كاع ما ترضى تهضر معانا هادشي لا شفناك اما الفلوس راه كيغيروا بنادم ولا غادي تبقى في الاصاله ديالك مازال ما عرفت ندوق الحبه بعدا ونشوف ما دقه كيفاش داير وكيفاش دابا هاد التقليب انا ما فهمتش هاد الديكور وسمعت خطيب رانيا هو اللي غادي يشري من عندكم الرياض كاين هاد الهضره ولا لا لا الهضره صحيحه يطلع ليهم الجوكر طاحت هي وما وباها على بقره راه خدامين كيحلبوا فيها ما عندك ما تفهم ايوا سبحان الله عطي وسمعت كيزربوا ويعاودوا باش دير العرس في الرياض غير نتوما اللي مازال معطين عليهم البيع يديروا حتى احمد شاوعي سوا قال لك اسيدي الا طلقتيها لا توريها ضربها حتى انا غادي نتزوج باذن الله وما احسن منها ايوا عندك غير تنساني انا اخاي هشام كيف نسيتيها هي فاش اختي نساك ايوا راك عارف ما عارف والو ما قلتي لي والو ويلي على انت تحتاج انسان يقول لك راك الطيره في السماء
ملي تقبط ان شاء الله حقك في الورد تفكرني وخذ بيدي. ناخذ بيدك؟ مالك وليتي عمى؟ نقطعك الشنطي. افهم راسك وخلي العشره طول بيناتنا. قول لي بعدا كيف وليتي كتحس براسك؟ ايوا شويه الحمد لله، ولكن الدواء ما كنزكلوش. وباقي كتستعمل شي سميمه ولا والو؟ شفتك ملي قعدنا في القهوه ما كميتي ما شعلتي ما. الله يعفو عليك حتى انت. ويلي حبسي. ايوا واش ندير حتى نولي حتالة؟ وشو ها كندور في الزنقه وكنسعى ولا من ياخذ بيدي؟ هو المهم سميه باش وخرتوا هاد الشيء اللي كاين. راني قلتو لك الا سلمتني امي حقي في البيع ديال الرياض نشريو دويره في نستقر. خاصك تحزم جلال من دابا وتنوض تقلب. نعرفوا بعدا شحال جاك في حقك والشراء ضربيه الراسي. اسيدي نوض قلب هو الاول، علاتي ساعة نختاروا على شهوتنا بلا زربه باش ما يجي فين يتم البيع نكونوا حنا دبرنا على ريوسنا. حتى هذا كلام. وشحال بغيتي من ديال البيوت؟ ثلاثة أربعة ولا نشوفوا فيلا حسن؟ ولا ما قدوناش الفلوس ديال الفيلا؟ أجي نتحاسب. شحال جا بالرياض؟ وشحال نتوما ديال الوراثة؟ وشحال جا لكل واحد فيكم؟ أمي الله يهديك، راه خاصكم تلقوا راسكم وتسربيون في الضوء هاد القضية ديال البيع. بركة خلاص. إوا الموافقة على البيعة بنتي رانيا راه كاينة. البارح باك هو والسمسار موسى تلاقاو بلو صغيطة وفسروا له كل شيء. دابا غير شوفي انت خطيب كينا وقت بغى يشوف الرياض وهضروا معاه على الثمن. هذاك الشيء اللي كيطلبوا راه بزاف. ايوا هاد فريوديك شحال؟ ويلي امي فريديريك، امي فريديريك ما كتقلبي ليه السميه ديما كنبغي نقولها لك. ايوا سمحي لي بنيتي كل مره كي كتخرج ليا انا موالفه كنعيط بسميه محمد احمد مصطفى، ما موالفه بهاد السميات اللي غريبين عليا. عيطي ليها امي فؤاد حيت قال لي بمناسبه زواجنا غادي يسلم وغيبدل سميه فريديريك بسميه فؤاد. ايوا مزيان هنيه عليه، ومن جهه اخرى نسدو فمات الناس. غير تهنى يا امي كلشي راني ضربه لي حسابه. وديري في بالك باللي مو خواتاتو وخالتو غادي يحضروا العرس. مرحبا بهم بنيتي. ايوا شفت كاع ما ذكرتي باه. ويلي يا امي مليون مره قلت لك ما عندوش باه. باه مات وخلى فين يعيشوا ولادو. المهم غادي تعرفي عليهم، خاصك من دابا توجدي ما تلبسي. فكريني نمشي وانا وياك عند الخياطه نديو ليها شي تفاصيل ديال ثلاثه ولا اربعه ديال التكشيطه تاع لاله. ولاش غير وحده بركه؟ ويلي على وحده يا امي بغيتي تحشمي بيا ولا؟ ايوا اللي درتي يا بنيتي انا ما تساليني غير اللي فصلتيها عليا لبسها. الله يا بنيتي يا غيتا شحال كنا محرومين من المجيل هاد الفيرما. بارك الله على طبيعه وهاد الهواء النقي اللي كتشموه ماشي بحال المدينه. إلاكم الله سي قاسم قال لي غادي يبني لي شي سكنه هنا ويريب هذيك القديمه مع بغى يدير شي مشروع السياح. ايوا هي هذيك ندخلوها في البني. دابا وكان الرياض عولتو تبيعوا له الشومه واش غادي نديرو امي؟ الله يربحهم دوزنا فيه اللي كتب الله. خصني نضمن لسميره وليلى وهشام فين يسكنوا، ملكهم خاص بهم. مازال البنات مهنيه عليهم ولكن هشام قبل ما يزلق شي زلقه خصني نزوجو باش يتردع شويه. وهادي كاسمها بعدا الله يفكرنا في الشهاده اللي كان لاصق فيها ولا لاصقه فيه اش بقى دار معاها؟ ويلي يا امي استغفر الله العظيم مالكي ما بقيتيش كتعقلي ياك تفرقوا شحال هذا. رانيا بنت هشومه جارتنا اتخطبات وخطبها شي واحد عايش في الخارج مع عائلته وهو اللي بغى يشري الرياض ياك دابا فهمتي؟ ايوا ومازال ما تزوج بها. قال لك حتى يشري الرياض ويدوز فيه العرس ويعرض على عائلته. هادشي اللي عاودوا لي الجيران والشومه فرحانه وطالقه بوق في الحومه كلها وقاعده هي وبنتها كيريشوا في الراجل. ايوا جاب ليهم الله خبزه ميدومه علاش لا؟ ونيت حتى بعد الرجال راه ما كيصلح ليهم غير داك الشيء كيبداو يدوروا بحال الطرنبيه حتى كيتزحوا مع الحيط. ايوا على ما سمعت كيعاودوا على هاد خطيب البنت باقي شاب وزين في صورته ومؤدب ومخلق. واخا هادشي كله دابا تشوفي هاديك التصيله اشنو غادي يديروني الى ما هزوا حتى للسما وطلقوه وعراو وردوا سيدي بهلول عينيه مبرقين وفمو محلول. صافي ها أمي. انا هانتي صافي امي بركه ويلي هو قاسم جا صافي. السلام عليكم. ايوا ارتحتوا شويه؟ لاله رحمه
ايوا كيف جاتك الفيرما؟ ايوا الفيرما ديال ماليها قاسم على ديالي. كل شيء ديالك انا الله رحمه، خاصنا غير تبقاي على خاطرك، راه انت هي المكب ديال هاد العائله، والله يخليك لينا. ايوا الله يجازيك قاسم، انا بعدا غير تهلا ليا في بنتي غيتا، اما حتى وليداتها عندهم رجالهم. ما تحتاجي شي توصيني على الله رحمه، غيتا راه هي الكل بالنسبه لي انا. ايوا الله يسعدكم ويبعد عليكم المنافقين. امين الحجة امين. اسمحي لي لاله غيتا واحد دقيقه. لاله رحمه اسمحي لنا احنا راجعين. واخا حتى انا نمشي نيت نبرد رجليا في جرب ديك الساقيه. قبل ما ننسى لاله غيتا بغيت نقول لك باللي نصيب هالشومه جاركم بغا يجي يشوف الرياض يدير فيه شي دويره عادي يتكلم على الثمن. انا اقول لهم ايه يصبروا شويه واحد اليومين ياك ما كاينش شي مانع. انا ما غاديش نمنعهم يجيو يدخلوا، من حقهم يعرفوا اش غادي يشريو. وانا راني طلعت شويه في ثمن البيع قبل ما يشوفوه، الا جاب الله شافوه ونقصوا من الثمن راني غادي نخبرك. وحاجه اخرى مهمه، ديري في بالك على اللغيتة هاد الاسبوع الجاي ان شاء الله غنكتبوا عقدنا مع شي حفيله رمزيه، خصك غير تعلمي البنات باش يحضروا مع رجالتهم. ربي يدير اللي فيها الخير السي قاسم. امين. مرحبا مرحبا بسي جلال، تفضل اودي جلس تفضل. اسمح لي السي فريد، اسمح لي الا جيت عندك للمكتب وفكرت نزورك واخا غير 10 دقائق. العفو سيدي، انت حر، مرحبا بك في اي وقيته. خطوه عزيزه هادي، اش خبر الكتكوتة واش خبر سميره؟ بخير وعلى خير، انا اللي شويه هاد الايام عقلي باغي يطير من بلاصتو. ياك اودي لاباس، باش كتحس؟ كنحس بالعجب العجاب ساكن ذاتي، الجام زمان كان مقيد خطواتي، واليوم تفك الخبال غير باللاتي، غير باللاتي نحكي شي عجب يا ساداتي. أسيدي راك زجال وأنا ما في خباريش، تبارك الله على زدي جلال، ولكن أعذرني ما فهمت والو. ولا أنا السي فريد فاهم بعدا، أشهد الانقلاب المفاجئ وهذا السطو على ملكية الغير بالفور يا الشيفور وعلى عينك يا ابن عدي اللي قام به السي قاسم المحترم. ايوا شنو غادي نقول لك السي جلال؟ عرفتك ما عندك ما تقول، لا انا ولا انت، العين بصيره وليد قصيره. الغلط كله ديال هذا الشيء اللي وقع سببه الام غيتا، هي اللي فتحت المجال ومهدت الطريق لسيهم قاسم العبقري. معك الحق، ولكن ما كاين لا ناهي ولا منتهي، البنات مركبه لهم هم الجام ولا وحده قادره تفوه بشي كلمه، الولد هشام طايش ضايخ ما جايب خبار، الام بضعه ما قاش على الليف من الزرواطه، وانا وانت من المتفرجين المصفقين. واش بدينا ما نديروا السي جلال؟ باش من صفه بغينا نواجهوا هذا الطوفان. حقيقه هذا الشيء كيألم ومؤسف وعيب كاع وعار، ولكن شنو اللي ممكن يدار؟ مع العلم بيني وبينك السي جلال انا حاس باللي النتائج ديال هاد المعمعه مازال ما كملت، باقي لعلم الله شنو غادي تولد. واشنو السي فريد؟ ربعوا يدينا ونزيدوا نكملوا الفراجه. اللي تحرص عليه السي جلال حاليا هو سميره مراتك تقبض حقها بالكامل في البيع ديال الرياض وتشريو فين تسكنوا، هو اهم حاجه، ومن بعد لا انا ولا انت نكملوا الفراجه، واحنا من المنتظرين الصابرين المترقبين السي جلال. اش غادي نقول لك اختي سميره؟ حقيقة ولفنا نسكنوا جميع ونبقاو مع بعض، وعلى الأقل شي قريب من شي كيف خلانا با الله يرحمه. هانتي كتشوفي الظروف كيفاش تبدلات. ما تبدلات حتى دخل عمي لوسطنا وبدا كيجي باستمرار لعندنا. أنا اللي مطيح ليا العجب، علاش ما كانش كيجي للرياض من اللي كان بحي إلا في شي بعض المناسبات؟ لأنه دابا عنده الوكالة على الفيرما، عاد زيد العلاقة اللي تكونت بينه وبين الوالدة، طبيعي غادي يصبح هو مولشي. وهاد الوالدة حتى هي ما فهماتش هاد الموقف ديالها، ما فكرت ما تشاورت به فيه ترمط على الزواج. ما بغاش يدخل ليا هادشي العقلي، ما نكذبش عليك. راه حتى فريد عنده نفس الإحساس، أنا قال لي كاع أكثر من هادشي، غير الله يخرج الطرح بسلام. أشنو قال لك بلا ما تخبي عليا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن بعد الظن إثم. أليلة غير تكلمي، راني أختك. وكنا رحنا في مشكل واحد، اشنو قال لك فريد؟ ملي شاف عمنا نسف ليه المشروع اللي كان غادي يدير في الفيرما،
غير التصرف معاه، وكثر من هذا الشيء عوج عليه رئيس الوكالة السياحية في الخدام. من هنا حس بشي مخطط كيقوم به عمي، ماشي غير ضده هو بل ضدنا كلنا لهاد الدرجة. سمعي سميرة اختي، هذه مجرد افتراضات، يمكن يكون هذا الشيء صحيح كيف يمكن يكون احساس خاطئ. المهم احنا عندنا هو امنا ما خصهاش يقيسها شي مكروه، فهمتي؟ من طبيعة الحال هذا الشيء مفروغ منه، ولكن الا اتفاق مع هذا الشيء ما خصناش نسكتو. دابا بالنسبه للبيع ديال الرياض اللي عطى الله عطاه، وراكي شفتي جمعاتنا وتكلمت معنا بكل صراحه، والزواج ما شاورت حتى واحد فينا، تسلمنا حقنا في البيع. مرحبا بكم، بعد على فين نسكنوا حنا ونستقروا، وديك الساعه لها مديروا الحاكم. واش من مخطط زعما يكون موجود؟ علمي علمك، حنا سميرة خاصنا نتصرفوا عاديين، لا مع امنا ولا مع عمنا، واللي ناوي شي شر غادي يبان، واللي كيحفر شي حفره كيطيح فيها، هادشي اللي كنعرف. تعطلتيها سي موسى، وانا باقا تابعني امورات اخرى. ماشي مني يا الاستاذ قاسم، الله يرحم عليها اللي قال زرب تعبطو، هذه هي اللي وقعت ليا. المهم يا سيدي، وانا جاي لعندك دز في الضوء الحمر حرقته، صفر عليا سعاده الشرطه وانا نهرب، حيت الموتور غير طالبو من واحد الصديق صديقي. قال لطيف ديك الهربه اللي انا هربت، السيده قاطعه الشنطه وحامله في يديها قفه عامره بالخضره، خرجت فيها تكورت انا وياها وتشتات الخضره، جا الشرطه كيجري جمعات الجوقه وهنا نضرب في رجلي. المرأة تهرسوا ليها من بادر تشوف طريقة حبسات، ايوا فكها يا من وحلتها. يا لطيف. والمهم باش نهيتوا القضية، داو الموتور خادوا مني بطاقة تعرف، قيدوا اللي بغاو يقيدوا، وقالوا لي غدا نحضر عندهم الكوميسارية. ايوا السيدة ما وقع بها والو؟ والو، مع غليظة تبارك الله وطويلة، ما حسات كاع بديك الضربة.